توقف عند أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء بمناسبة مباراة كروية داخل الملعب، حيث أكد إدانته ورفضه الشديدين لهذه الأحداث التي تسيء إلى صورة بلدنا وإلى الرياضة، وأعلن أن الدولة مصرة على إيقاف هذا الفعل الإجرامي والبحث عن أسبابه والتعامل بصرامة معه، وأنها لن تتساهل بأي تلاعب بأرواح المواطنين الأبرياء الذين يلجون الملاعب من أجل مشاهدة المباريات. كما نبه القائمين على تنظيم هذه المباريات من إلى أن يراجعوا طريقة تدبيرهم وأن يعملوا بتعاون مع السلطات المختصة على إيقاف والحد من الأسباب التي تنتج مثل هذه الأحداث المؤلمة والمؤسفة.